الدعم النفسي والمعنوي مهم جداً في حياتنا، وخصوصاً في الحالات والظروف الخاصة. دايماً بنسمع كلمة وجوده بيفرق معايا، ده لأن الإنسان سواء ضعيف أو قوي بيحتاج دعم وتشجيع من أقرب الناس لي. واي سبرايز دي فام، هاي 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 دوين، let's do the handshake in 5 4 3 2 1 بوم بوم. اي اوكي، انا اسمي ريكاردو، انا بطل في السباحة والجمباز، وانا بطل في الباسكت، وانا بتمرن في الباسكت عشان انا بستنى عشان لازم اروح في بطولة السباحة الجمهورية وبطولة كاس مصر، وانا هكسب الاول تاني. وفي المدرسة انا بلعب باسكت كمان في المدرسة، وانا شاطر في المدرسة وبسمع كلام وبشتغل كويس جدا عشان لازم اذاكر كويس عشان انا في هاي سكول، وبعدين انا اروح الجرادويشن بتاعتي. وفي الجرادويشن مامتي وبابايا واخويا ميرو هيجوا يفرجوني في الجرادويشن الاثنين، وهبدل اليونيفرسيتي بتاعتي، وبعدين انا لازم اشتغل كويس في البيت عشان انا اشتري البيت وبسين وعربية. وشكرا. في البيت أنا بشتغل مع ماما، وأنا بلعب مع ماما، وأنا بدلع ماما في السرير، وماما بتملي بتنام معايا في الأوضة بتاعتي، وأنا بعمل مع أخويا في البيت، إحنا بنعوم وبنعمل ستيكرز فوتبول، وكمان بنلعب ساكر، وفي جمباز تحت، وبنعمل بوش ابس وكل حاجة. ومع بابا في البيت هنا انا بلعب مع واتر بولو وفي الباسين، وانا شاطر وبسمع كلامه، وانا بلعب مع حاجات كثيرة. انا عندي اصحاب هما عمر ووسيف وحسين وادم وكل الاصحاب انا عندي في المدرسة. انا لما اكبر انا هعمل ال فوتومان. انا لما كنت حامل انا ما كنتش عارفه انه انا كنت حامل في داون سيندروم، لغايه ما انا ولدت. فتره الولاده والحمل كانت سهله جدا، ما كنتش حاسه باي حاجه. مجرد ما انا شفت البيبي في ايدي، انا ما اعرفش يعني ايه داون سيندروم، انا شايفه طفل وبيتحرك وبيعيط والكلام دون، وعندي اوريدي طفل قبليه كبير، فعادي بالنسبة لي. الحمد لله أنا جاب لي طفل تاني وعندي عيلين وخلاص. خلال أسبوع لقيت زي ما كل شوية أهلي جوزي وشوشة، طب هنعمل إيه طب إيه. فابتديت أن أنا أغوخش، أنا افتكرت أنه في حاجة، في مشكلة في الولد، قلت هو في ايه؟ فراحوا قالوا لي لازم نقعد مع دكتور بحيث هو لازم يقول لك في ايه والكلام دون. مر تقريبا على اسبوعين، وفي خلال الاسبوعين دول اتعلقت زياده بالولد بطريقه ما اعرفش يعني حاجه كده لوحدها. رحت للدكتور، راح قال لي انت تعرفي حاجه اسمها داون سيندروم؟ ف
فقلت له يعني ايه داون سيندروم، انا ما اعرفش يعني ايه داون سيندروم. فقال لي الناس اللي هم زمان كانوا بيسموهم المنغوليين. فانا اول ما سمعت الكلمه دي اتخضيت. احنا العقليه هنا في مصر في الوقت لما انا ابتديت يعني لما جبت ريكاردو، كلمه منغولي كانك انت بتشتم اي حد، او انه كانه يعني مش تبعنا خالص. فانا اتخضيت من الكلمه دي وقلت طب يعني ايه، يعني ايه اللي هيحصل، يعني الولد ده هيحصل له ايه. بعد شويه انا قلت لا، انا لازم اهدى، لازم افهم، مفيش حاجه هتوقفني. اللي انا شايفاه قدامي دون عكس التصور اللي احنا اتولدنا وبنسمع من بره منه. شويه شويه ابتديت اقرا، ابتديت اشوف اصحاب، اسال دكاتره، وصلوا لي لسنترز، حضرت معاهم، وريت لهم ابني، شفت هما بيبتدوا يشتغلوا ازاي، ابتديت ان انا اضيف عليهم، ابتديت اشتغل، ارجع البيت كل يوم اشتري ماتيريالز كتيره اعمل بايديا، بحيث ان انا حتى الصورة انه ده هيغير معنى انه انتوا لما بتقولوا الكلمة دي كأنها انتوا يعني حاجة تخافوا منها. لا، ده بالعكس، إن الكلمة دي معناها انه انا اقدر اعمل حاجة انت عمرك ما هتوصل تعملها زي ما انا بعملها. مرت السنين شوية بشوية والولد ابتدى يكبر قدامي، وكل ما انا بحط حاجة بلاقي اللي هو بيديهولي المضاعف. يعني بقيت ان انا اشوف فعلا لما بيقولك انت لما بتيجي ببذره بتزرعها وبتاخد بالك على البذره دي وبتسقيها بالميه وبالحب وبكل اللي انت عايز تعمله، بتلاقي الزرعه دي حتى لو بتنبت شويه بشويه لكن بتكبر وبتبقى خضره وممكن كمان بتعمل لك ثمره. وده فعلا ان انا شفته في ريكاردو. ابتديت ان انا الاحظ هو بيحب ايه، مثلا لو انا عايزه اوصل له معلومه اوصلها له ازاي. بقيت عامله هو واخوه كانهم واحد. يعني مثلا ايه، لو هو غلط لا هتتعاقب، عمري ما تعاملت معاه على اساس انت معلش حبيبي عشان انت احتياجات خاصه، لا معلش بقى انا لازم اعاملك لا انت غلطت، انت غلطت كده وعملت ده وده غلط، وبعامله زي اخوه بالظبط. بشجعه كتير قوي في السبورتس بتاعته، في الرياضه بتاعته. لقيته بيحب السباحه، دخلته في السباحه، حقق ميداليات كتيره قوي. لقيته بيحب الباسكت، دخلته في الباسكت، حقق فيها برضو ميداليات كتيره. لقيته مره كان بيتفرج على بنوته وولد كانوا بيرقصوا باليه وكانوا من الداون سيندروم، فراح قال لي مامي دول مش بيشبهولي. فقلت له اه، ودول بنسميهم داون سيندروم، وداون سيندروم دي مش معناها انه حاجه وحشه. داون سيندروم انت عندك كروموزوم زياده، الكروموزوم ده بيخليك انت متميز عن بقيه الناس، انت بتعمل حاجات احسن من بقيه الناس. فبقت الحاجات الصغيره دي اللي لما انت بتديها للطفل وبتحس انك انت واثق في ابنك بتديله ثقه بنفسه، فالطفل ساعتها بيطلع بيقول انا، يعني زي ما تقول ايه، انا هقدر، انا هعمل. احيانا بتقابله مثلا صعوبات تملي، انا بقول له اوعى تقف قدام حاجه، شجع نفسك، قول تملي انك انت تقدر، انت تعمل اي حاجه، هتاخد وقتك لكن هتوصل. فتملي هتلاقيه لما مثلا بتقف في اي حاجه يقول لك I am brave, I am intelligent, I can do it. فتملي بيقول الثلاث حاجات دي وبيشجع نفسه. ومع اصحابه كتير قوي في المدرسه، حتى اصحابه مثلا لما يلاقوه مثلا اتعصلك في حاجه يلا يا ريكاردو انت تعرف تعملها ويشجعوه. فانا بشكر ربنا طبعا على الهديه الجميله اللي هو ادهالي، وفتحت عيني عن حاجات كتيره قوي وعن معاني كتيرة قوي. وتملي أنا بدعم أي أم لما بيبقى عندها أي طفل، بقول لها أنت عندك هدية ما تعرفيش قد إيه ربنا إدهالك عشان تعملي فيها المعجزات. فيا رب يعني نقدر إن احنا نوصل للطريق النهاية إنه عيالنا تبقى أحسن ناس. برضو من خلال ريكاردو لما كان صغير وانا ابتديت ان انا اقرا كتير، ابتديت اسافر كتير واتعلم حاجات كتيره مع السنتر اللي انا كنت بوديه لريكاردو،
وزي ما انا كنت بقول ان انا كنت بضيف برضو حاجات، لانه لازم يبقى عندك تخيلات كتيره، لانه اي طفل بيزهق من اي حاجه، فانت لازم كل شويه تقعد تطور من الافكار عشان توصل للهدف اللي انت عايز توصله مع الطفل. شويه بشويه اتجمعت مع مجموعه صاحبات ليا امهات برضو عندها اطفال من الداون سيندروم، واتفقنا ان احنا نعمل مؤسسه خيريه. والمؤسسة دي كانت بتقوم على إن احنا نحاول اللي احنا تعلمناه، يعني خلال مثلا سافرنا، اللي قدر يسافر، اللي قدر أخذ كورسات، الكلام ده قلنا هنحط الحصيلة دي كلها وهنوفرها للأهالي اللي لسه والدة جديد مع الأطفال اللي هي داون سيندروم، وبيبقى عندهم شك مش عارفين يروحوا فين والكلام دون. وبقينا نقف معاهم وبنعمل لهم زي برو شوب، وبنشرح لهم ازاي الام تقدر انها تنزل لمستوى الطفل، وبشويه شويه انها ترفعه ليها، وانه توصله للطريق ان هو يقدر يعتمد على نفسه، يقدر يروح المدرسه، يقدر يخلص دراسته، يخش الجامعه، يشتغل، يعني انه يقدر فعلا يعتمد على نفسه. ريكاردو من الولد من الاولاد اللي انا شفتها انه عنده حماس قوي وتملي، بيبص لقدام، انا عايز اعمل، عنده هدف. لما كان لسه صغير، لما ابتدى انه يتكلم والكلام دون، كان بيقول لي انه انا عايز اتعلم سباحه، فكان تملي بيبص هو عايز يعمل ايه. مجرد ما هو بحس الاحساس دون، انا بقف معاه واعمله بوشنج وبيروح يعملها. حقق في السباحه وفي الجمباز والباسكت والباليه. دلوقتي ابتدى يقول لي انا عايز ان انا اخلص المدرسه عشان اخش الجامعه. فده معناه انه انا بفهمه اوكي، يبقى احنا لازم نذاكر ولازم نجتهد عشان نوصل ان احنا نخلص الفتره الدراسيه ونخش الجامعه. ابتديت اساله طب انت عايز ايه؟ انا عايز اعمل مذيع او فوتوغرافر. قلت له طيب مذيع ليه؟ قال لي عشان انا بقف قدام الكاميرا وبحب اتكلم واحب اشجع الناس، اوريهم انا 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 اللي اسمي داون سيندروم وصلت لايه، عشان ادي تملي بوزيتيف انرجي للناس. قلت له طيب حلو قوي، طب والفوتوغرافر ليه؟ قال لي عشان بتملي ببص على اخويا وبلاقيه ان هو يقف في حاله الحاجه ويقعد يشوف كل الزوايا ويقعد من هنا ومن هنا، فبقيت احب انا الحكايه دي، وبقيت انا امسك فعلا الكاميرا بتاعتي وبقلده، فلقيت ان انا حبيت الموضوع ده. قلت له طب حبيبي خلاص، انت عليك انك انت تذاكر، وانا عليا ان انا اوفر لك كل اللي انت عايزه. وفعلا انا بقى المشوار مع ريكاردو بالطريقه دي، ان انا بشوف هو عايز ايه وبيميل لايه، وكل اللي عليا ان انا ازقه واحاول ان انا اشجعه. فان شاء الله ده الحلم بتاعه، وانا ان شاء الله ان انا قد ان انا احققها له. What's up, Roshi fam? How you doing? Let's do this like in 5, 4, 3, 2, 1. Boom, boom, hey! Okay, تعالوا نشوف الميداليات والهدف بتاعتي. هنا الميداليات بتاعتي، أنا عندي gold و bronze و silver، وهناك في الشهادات بتاعتي في هنا وهناك بلي، وهنا الشهادة وادي الدجلة، والشهادة ده بتاع المدرسة. وانا عايز اقول لك في الاخر خالص، stay royalty we out. بالنسبة لي الموضوع كان surprising في الأول، يعني ما كنتش لسه فاهم إيه اللي كان بيحصل. أول ما سمعت إنه هو كان داون سيندروم، طبعاً يعني كان عندي 12 سنة، فكنت لسه عيل أنا نفسي. واحدة واحدة يعني أخدت عليه، كان هو دايماً بيقعد معايا مع أصحابي، هو يعني he grew up كده في الـ environment اللي هو دايماً مع أصحابه بتاع أخوه، أصحاب بتاع أخوه، بيتعامل مع ناس اكبر. فطبعا الـ ما كانش سهل في الاول، بس واحده واحده يعني انا اتعلمت ازاي اتعامل معاه، الحاجات اللي المفروض اخد بالي منها، هم ازاي بيحسوا، ازاي بيتكلموا، ازاي بيفكروا، فكل ده طبعا علمني اكتر. وحتى في الحياه يعني علمني ان انا دايما احط نفسي في موقف حد تاني عشان افهم السيتويشن اكتر. فهو يعني it was a benefit لكلنا، لكل العيلة. It's a gift، والحمد لله يعني انه
اخويا هو اللي خليني الراجل انا النهارده اللي انا هو يعني النهارده. ف يعني ان شاء الله كله خير طبعا، يعني اتمنى له كل حاجه هو عايزها في حياته. هو طبعا عايز يكبر ويخش الجامعه زيي ويعني يطلع في التصوير وكده. ف I am very grateful يعني و very hopeful ان هو يوصل للطريق اللي هو عايزه. انا هو ساعات يعني انا لما باجي اصور حاجه بيحب يقف جنبي يشوف انا بصور ازاي، وساعات انا بدي له الكاميرا هو يروح هو مصور حاجه مصورها حتى يعني نفس الطريقه اللي انا بصورها. فهو يعني انا شايف ان هو انا بالنسبه له اكزامبل وهو بالنسبه لي اكزامبل، فاحنا الاثنين يعني ماشيين جنب بعض ويعني forever ان شاء الله. هو كان بيقول انا نفسي اطلع فوتوغرافر زيك واخش الجامعه وادرس زيك. فهو كل حاجه انا بعملها هو عايز يمشي نفس الخطوات، فدي بالنسبه لي يعني دي حاجه very very meaningful very powerful. ويعني I just wish انا يعني انا عايز ان هو يوصل او حتى يعدي المرحله اللي انا فيها. يعني انا I just want the best for him ويعني ان شاء الله it will happen. للناس اللي عندكم اخوات داون سيندروم هم they are not easy to deal with، بس في نفس الوقت هم they are the best to deal with عشان هم دايما genuine، دايما هيدوا لك الحقيقه، ما بيضحكوش عليك، دايما هم هامبل وكل اللي بيعملوه بالحب، كل اللي بيعملوه عشان هم عايزين الاحسن. ف قضوا وقت اكتر معاهم عشان هم بجد في الاخر بيعيشوا عشانك او عشانكم. مايكل فيليبس هو بطل السباحة. وريهم بقى مين البطل. يلا يا ريكي يلا جو جو جو. ايوه يا بطل يلا يا ريكي جو جو. ايه يلا تاني يلا ارجع جو جو جو. يلا يا ريكي يلا تاتش 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 تاتش. جود جوب جو جو جو. ايوه يا ريكي كمان برو يو جوت ذس. Butterfly, butterfly, butterfly. Ayuwa keda. Go, 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 go. Yes. Faster, faster. Asra min keda, Ricky. الموقف اللي كان حصل لي قبل كده مع ريكو انه هو كان من 3 سنين لما كنت مفروض اسافر بره عشان ادرس في الجامعه. كان هو متعود يوميا كل يوم كنا بنتجمع كعيله ونتعشى مع بعض، ودي بالنسبه له كانت حاجه زي ريتشوال وكالتشرال، يعني حاجه بتحصل كل يوم ولو ما حصلتش يبقى في حاجه غلط في الدنيا بالنسبه له هو. فجه الفتره اللي انا كنت مفروض اسافر فيها 3 سنين بره، وبالنسبه له ده طبعا كان شوك. هو كان متاثر جدا، كان كل يوم يجي يكلمني على التليفون فيس تايم، كان عايز يشوفني، كان عايز يكلمني، كان محتاج يسمع صوتي ويشوفني ويبقى هو مطمن ان انا مطمن. ودي كان لمده 3 سنين، ودي كانت بتاثر فيا عشان انا بره وانا عارف انه باثر على اخويا وهو هنا في مصر. فبالنسبه لي دي كانت برضو حاجه مش سهله، بس يعني 3 سنين الحمد لله عدوا. ولما رجعت تاني كان بالنسبة له بقى يعني فرحة مش هتعرف تتخيلها يعني. فدي بالنسبة لي كانت اللي هو خلتني ال relation ship بيني أنا وأخويا، البوند بتاعنا اتجمد كمان أكتر وبقت حاجة يعني مش سهلة إن واحد يكسرها يعني.
بتجتمع اللجان التحضيرية للتحضير لمهرجان الكرازة 2022 عيشوا بسلام. اللجنة اللي احنا فيها لجنة القديس ديموس، ودي لجنة معنية بالمهرجان الكرازة الخاص بالمكفوفين. اللجنة بتقوم بتحضير المهرجان اللي بيخص المكفوفين، اللي بيشترك فيه عدد كبير من جميع الأبروشيات كل عام. وفعاليات المهرجان عموما بدأت من 2004. بالنسبة للجنة ديديموس واشتراك المكفوفين بدأ من 2007، والحمد لله يعني هو لغاية النهاردة في نمو وفي نجاح مستمر. وكمان الأسقفية الشباب كانت حريصة على دمج المكفوفين في المهرجان، فعاليات المهرجان، إيمانا بها بأن المكفوفين جزء لا يتجزأ من المجتمع الكنسي. هي اللجنة علشان هي كلنا من جميع البروشيات، بعد ما بنطلع الكتاب كل البروشيات بتهتم ان يكون موضوع المهرجان ده منهج للسنة كلها، وبيستفيدوا طبعا لو هو عن السلام بنعلمهم ازاي يعيشوا في سلام بيوتهم مع اولادهم مع مراتاتهم مع اصحابهم. كل موضوع بنستفيد بيه، وبيبقى المهرجان ليه تأثير كويس قوي عليهم في حياتهم، وفي الاخر بيمتحنوا وبياخدوا جوائز وبيتبسطوا. النهارده متجمعين من اكتر من مكان علشان نقدم حاجه كده كويسه للصم، تعليم كويس على شعار عيشوا بالسلام. وفي البدايه بيقول كده: المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسره. يعني طول ما في سلام في فرح، طول ما وجود ربنا موجود معانا هيكون في فرح وسلام. كل الصم والبكم في كل مكان لما بيزرعوا سلام بيدخل لهم فرح. احنا عندنا في مسابقات الكترونيه خاصه بالمكفوفين، احنا عارفين ان التكنولوجيا والحاجات ديت اثرت جدا في مجتمع المكفوفين، بحيث ان هو النهارده بيقدر يستخدم الانترنت، بيتعامل مع الكمبيوتر، في منهم بيقدر يصمم مواقع على الانترنت وبيلاقي وظائف لكده. احنا في الأسقفية في مسابقة الكترونية بتبقى خاصة بالمكفوفين، في برامج معينة ليهم بننزلها لهم، برامج دي متاحة ليهم بيقدروا يستخدموا الكمبيوتر من خلالها. تاني حاجة بيبقى عندنا المسابقات الرياضية، المكفوفين لهم رياضات معينة زي رياضة كرة الجرس، دي رياضة مشهورة جدا، هم بيقدموا بفرق وبيبقى ليهم مسابقات زي كده. بنحاول نقدم تدريبات وأنشطة سواء ليهم أو للخدام، يعني احنا عندنا خدام بيبقى ليهم تدريب سنوي بندربهم ازاي يتعامل مع المكفوفين، ازاي يمشي معاه، ازاي يتحرك معاه، ازاي يقدم له خدمة مناسبة ليه. فالتدريب ده بيبقى جزء مهم من خدمتنا يعني طول السنة. هو النهاردة احنا بنجهز لسنة مهرجان 2022، وده احنا عندنا القدرات الخاصة بنقسمها لأربع مستويات: مستوى شديد الإعاقة، مستوى متوسط الإعاقة، مستوى بسيط الإعاقة، مستوى متميز. وكل مستوى من المستويات دول بنحضر ليهم موضوع عن الشعار بتاع السنة دي اللي هو عيشوا بالسلام، وهو كل فئة بناخد موضوع من العهد الجديد وموضوع من العهد القديم وموضوع من تاريخ الكنيسة وموضوع طقسي ومحفوظات، كلها بتدور حوالين عيشوا بالسلام. بنحاول نحضر موضوعات ان هي تبقى مناسبة للمستوى بتاع كل واحد منا. النهاردة هنتكلم عن موضوع يهمنا كلنا، واحدة من أهم الحاجات اللي بتأثر في تكويننا هي العلاقات. العلاقات هي مهمة قوي لينا لأنها جزء أساسي من تكويننا كإنسان. طيب، زي ما احنا عندنا روح وجسد ونفس، احنا عندنا جانب بنسميه الجانب الاجتماعي أو العلاقات. زي ما أنا بحتاج أكل وأشرب، أنا بحتاج كمان يكون في ناس في حياتي. طيب، ده مهم إزاي؟ الناس اللي حواليا أو اللي أنا حواليهم، ده واحدة من الحاجات اللي بتأثر على طريقة عيشتنا معاهم وعلى طريقة عيشتهم معانا.
طيب انا دلوقتي لما بكون بتكلم مع الناس اللي حواليا او هم بيتكلموا معايا، فايه اللي بيحصل عاده لما باجي او اغلب الناس لما بتيجي حد جديد يقول لهم ايه رايك انا هفتح المشروع الفلاني، ايه رايك انا هعمل الحاجه الفلانيه، ايه رايك لو هطور نفسي في الحاجه الفلانيه، غالبا بيكون الراي تحذيري. والتحذيري دوت انا فاهم كويس قوي ان هو بيكون من منطلق خوف الناس اللي حوالينا علينا، لكن في النهايه بيبقى راي محبط. يا عم هو دلوقتي البلد ينفع يعمل فيها حاجه؟ لا ما ينفعش، انت تقدر تعمل دوت، هتعرف تعمل ده ازاي، هو انت اصلا معاك فلوس، هو انت بتعرف تعمل كذا. ده اغلب الكلام اللي بنسمعه من الناس اللي حوالينا، او اوقات كمان احنا اللي بنقوله للناس اللي حوالينا. الناس اللي حوالينا دول اقصد بيهم اقرب الناس لينا او اي حد انا بقابله في اي مكان. يعني ممكن واحد اقابله في الشارع ما يعرفنيش ولا اعرفه، ويكون بكلمه ايجابيه يطلعني السما وبكلمه سلبيه ينزلني الارض. طيب تخيل بقى لو الناس دي الناس اللي انا عايش معاهم او اللي هم عايشين معايا. لو عندك اخوك، باباك، ابنك، ايا كان مين اللي هيكون معاك في البيت، حاول بقدر الامكان ان كل الكلام بتاعك معاه يكون كلام مشجع. طب انت شايفه بيعمل حاجه مش مظبوطه او حاجه هتوقعه في غلط ما، ما دام هو يقدر يتحمل المسؤوليه حاول تحذره بس بطريقه ايجابيه. ايه الطريقه الايجابيه؟ طريقه موضوعيه. رقم واحد انك بتقول له ان دي وجهه نظرك الشخصيه، يعني انا شايف من وجهه نظر الشخصيه ان الموضوع الفلاني في واحد اتنين تلاته منطقيا، لكن ما يكونش كلام عام ومرسل. فانا لما اجي اكلمه بكلام منطقي في معلومات حقيقيه مش مجرد كلام مرسل، وبطريقه في نفس الوقت ايجابيه، هو نفسه هيبقى بياخد الكلام بتاعي ويفكر فيه، مش الكلام بتاعي بيدخل جواه ويحبطه ويخليه اصلا ما يكملش. طيب محد قريب مني يقول لي بقى الكلام دوت، يعني انا اروح اقول له فلان ايه رايك انا هدخل الكورس الفلاني، فيبدا هو يقول لي يا عم كورس ايه، هو في حد بيشتغل بكورسات ومش عارف ايه والكلام ده. انا هقول له ايه؟ هحاول بقدر الامكان احول الكلام اللي بيتقال لي دوت بطريقه ايجابيه شويه عشان ما احبطش نفسي بنفسي. فانا هقول له طيب ايه رايك لو انا جربت ولما اخلص اقول لك على النتيجه كانت عامله ازاي، ايه رايك لما اشوفه الاول او انا هقرا عنه اكتر وبعدين اقول لك. هحاول بقدر الامكان ابعد عن الراي دوت لحد ما ابقى انا اللي بكون الصوره، ما باخدش بكلام الناس اللي حواليا 100%. طيب انت بقى كنفسك لما بتبقى الناس اللي حواليك، لان دي اكتر حاجه بتخلينا نخلي الناس اللي حوالينا تنفر مننا او تبقى متضايقه مننا، اعمل حاجه من ثلاثه لما يكون الناس بتكلمك تقول تاخد رايك في حاجه ما، او عامه الناس محتاجه منك حاجه من ثلاثه. واحد، كلام ايجابي مشجع، يعني اي حد في اي مكان اذا كان كبير او صغير هو بيحتاج كلام ايجابي مشجع في اي وقت، في اي وقت، حتى ولو كلمه شكرا، كلمه برافو عليك، اي كلام ايجابي بيشجع اي حد كبير او صغير. طيب الحاجه الثانيه، كلام فيه امل وفيه فرصه للتحسين للاحسن. الكلام الايجابي ممكن ما يكونش فيه حاجه مشجعه على قد ما يكون فيه بس طبطبه تطمين، انت بتطمن اللي قدامك، فانت بتقول له يا اما كلام ايجابي يا اما كلام فيه امل. اخر حاجه ودي اهمهم واللي احنا بنقع فيها، لما بيجي لك حد هو اصلا متضايق، هو مش بيحتاج منك حلول، هو بيحتاج منك تطبطب عليه، بيحتاج منك تدعمه، بيحتاج منك انك تسكت خالص وتحسسه بس ان انت حاسس بكم التعب اللي هو عدى بيه، او حاسس بكم المعاناه اللي عدى بيها، مش محتاج منك تديله حلول بالمره، ايا كان هو كبير او صغير، هو بيحتاج ان انت تطبطب عليه، مش بيحتاج ان انت تديله حلول، لانه في الاخر محدش هيحل المشكله غيره، محدش هيعرف يعدي الوقت ده غير هو برضه. مهما كنت قريب منه مش هي دي الطريقة اللي هتخليه أحسن، الطريقة اللي هتخليه أحسن أن أنت تطبطب عليه وتحاول تخرجه بره الموضوع ده من غير ما تديله حلول. يبقى نلخص كده بسرعة، الناس اللي حوالينا بتحتاج مننا واحد، كلام إيجابي، اتنين، كلام فيه أمل، تلاتة، طبطبة. الحب بين الإخوات والأصحاب والناس بيسهل كتير من صعوبات الحياة، وبيقدم أكبر دعم نفسي، وبيدي طاقة إيجابية، طاقة تخلينا نقدر نواجه المرض والألم بالصبر والفرح والابتسامة. وجود المحبين في حياتنا أكيد بيفرق كتير.
يسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان أنا عندي طموح جوايا فنان لكن مجروح أقدر أكون إنسان عظيم زيك تمام.